اول عرض عملناه اسمه بالتلفريك اللي صار بتلفريك جوني. هي كانت الفكره منه انه نحن نظهر من المدينه، نطلع عليها من الجبل ونحاول نفكر شو مشكلة هيدي المدينة يلي هي مثل كتير من مدن لبنانية مثل بيروت مثل صيدا برمت ظهرها للبحر وصارت تتوسع بطريقة عشوائية ومختلفة وقطعت هيدي العلاقة اللي كانت كتير علاقة طبيعية مع البحر. هذا البحر لي كان جزء من حراك شعبي أو جزء من مبادرات شعبية بتطرح أسئلة حول خصخصة الشط، حول الحق للناس بأنهم يستعملوا الشط والسباحة بدون مقابل واستعمال كل الأماكن الملاصقة للبحر. الفكرة نشوف كيف نحن فينا نحكي عن علاقتنا بالمدينة بطريقة تفاعلية مع الجمهور، بس نعمل هيدا الشيء وندعي الجمهور انه يكونوا معنا بمكان في إشكالية حواليه يلي هو بطل متاح لنا او نحن ما عندنا خيار واضح كيف بدنا مدينتنا تكون تشبهنا، بنكون بالتالي عم نخلق ذاكرة جماعية مع هذا المكان.